مباراة مهمة جدا والحمد لله، وتأهل الحمد لله، اعتقد عن جدارة الحمد لله. المباراة كانت صعبة جدا يعني، خصوصا بعد نتيجة مباراة الوداد وكايزر. اعتقد الدوافع بقت كبيرة جدا لكل الفريقين عشان تلعب المباراة النهائية. اعتقد الحمد لله كان عندنا أفضلية، يمكن بدأنا المباراة هم بدأوا المباراة بضغط، فاجئونا طبعا بالضغط، لأن لو اننا كنا متوقعين ان هم هيقدروا يضغطوا، لكن برضو بدأوا المباراة بشكل افضل شوية، والحمد لله رجعنا المباراة بسرعة، والحمد لله ضربة الجزاء برضو ساعدتنا شوية اللي احنا نرجع ناخد ثقة تاني، والحمد لله الحمد لله. ما بعد كده اعتقد كان وان سايد جيم طول المباراة، واعتقد الحمد لله بشكر اللعيبة طبعا على الجهد دوت وعلى النتيجة الكبيرة ديت، ولكن زي ما انت قلت دي خطوة، احنا متعودين دايما ان احنا ما بنفرحش دايما الا ان شاء الله بعد المباراة النهائية، وده اللي احنا بنستعد له من دلوقتي. فصلنا دلوقتي وعندنا برضو مباريات مهمه جدا في الدوري، بان فتره كبيره جدا ما لعبناش مباريات. عندنا هنبدا ببيراميدز ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله نفصل ان شاء الله النهارده، وان شاء الله نساعد بكره ان شاء الله لمباراه بيراميدز ان شاء الله. كابتن سامي، كنتوا متوقعين ان فريق الترجي طبعا مغلوب على ملعبه هينزل ضاغط وهينزل يهاجم، لكن كان الاهم في ده كله شخصيه اللاعبين في التعامل مع الموقف، الهدوء اللي كان على الدكه بره كان منعكس على اللاعبين في الملعب. بص، انت قبل المباراه بيبقى عندك كذا سيناريو، يعني ممكن الناس تلعب كده، ممكن الناس تلعب بزون زي ما بيلعب ويقدر يطول الماتش لحد ما يبقى عنده فرصه اللي هو يعمل كونتر اتاك، لكن هم برضو احنا السيناريو ده كنا متوقعينه. من شويه حصل لنا دروب شويه في ازاي نتعامل، ازاي تخرج بالكوره، لكن اعتقد الحمد لله لما عملناه اعتقد كان لنا افضليه حتى في الهدف اللي احنا ضربه الجزاء اللي احنا احرزناها الحمد لله، كان برضو فكينا التكتل اللي الضغط اللي كان معمول علينا عالي، وقدرنا الحمد لله نسجل ضربه جزاء، فتعت لنا الماتش وساعدتنا الماتش كتير، لان احنا هو ده اللي كنا بنسعى له. يعني الراجل اتكلم ان احنا مهم جدا ان احنا نحاول احنا نسجل، نحاول نعمل ضغط على الفرقه، فاعتقد الحمد لله مش كل السيناريوهات انت بتبقى ماشيه معاك، يعني طبيعي جدا ان انت، لان انت بتلعب خصم كبير، فرقه اخر ثلاث بطولات هي محققه بطولتين، فاعتقد فرقه كبيره عندها لعيبه كويسه، عندها مدرب كويس بيشتغل برده كويس، وده طبعا حاجه مشروعه في الكوره، لانك انت مش دايما هتبقى انت الليدنج في كل الماتشات يعني. لكن التفوق الحمد لله اللي احنا عملناه في نهايه المباراه، والتفوق بثلاث اهداف الحمد لله، اعتقد برده اللي ساعدتنا كتير جدا ان احنا نثبت ان احنا فرقه كبيره، واللعيبه دي تستاهل اللي هي تبعد. عايز تقولي لأكرم، انا عايز كلمه منك لأكرم المحارب وواحد من نجوم المباراتين ذهابا وايابا. هو اكرم من اللعيبه المميزه جدا جدا يعني بالنسبه لنا، ولعيب مهم جدا يعني، زي ما انت قلت من اللعيبه المقاتله، اللعيب اللي هو اصلا بيتمرن كويس جدا جدا يعني، ممكن من الناس اللي بتقاتل في التمرين، عشان كده ربنا بيكافئها يعني. هو لعيب اتمنى ان شاء الله الاستمراريه، واتمنى له التوفيق، واتمنى له ان شاء الله يعمل بطولات وانجازات كتيره النادي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سامي، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه.